ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم بفيديو جديده كتهضر على كيفاش تنعمي القدمين ديالك. اول حاجه كيف كتعرفوا فصل الشتاء مشى وخلى لنا رجيلات ولا البشره جافه ومشقه، ولهذا غادي ندير لكم نعطيكم واحد 4 خطوات باش تنعموا الرجلين ديالكم وتردوهم كيف كانوا رطبين بحال ديال الاطفال. وكنعطيكم واحد 4 الخطوات اللي هما غادي نبداو بها، وهي كتاخدي واحد البانيو صغير كديري فيه الرجيلات ديالك، كتكبي فيه ماء دافي وكديري فيه معاه الملحه. الملحه اللي خاصها تكون على هذا الشكل هذا خشينه، يعني ماشي ديك الملحه الرقيقه، مش ملحه خشينه. وكديري معاه زيت الزيتون وكتخلي رجليك في داك الماء لمده 10 دقائق، وفاش يبرد الماء تعاودي تزيدي الماء دافي لمده 10 دقائق واحده اخرى. زيدي في الماء دافي حتى كتحسي برجليك ولاو رطبين وهشاش، وتقدري تعقومي بعمليه التقشير ديالهم. حاجه كندوزو لمرحله ديال التقشير. في هذه المرحله ديال التقشير خاصك اما اداه ديال التقشير باش تتقشري الرجيله ديالك، واما كتكتفي بهاد الحكاكه. كاين كل واحد وكيفاش عنده حكاكه ديال رجلين. هاد الاداه هذه كيقولوا لها حاجه القدمين، حتى هي الا ما كانت عندك كتصنعي مقشر طبيعي راسك اللي هو كتكون من هاد الملحه، وكتزيدي عليهم زيت جوز الهند وكتفركي القدمين جيدا، تبقاي تحكي فيهم حتى كيمش يولي جلد الميت محيد من البلاصه ديالو. بعد القدمين اللي واخا كتحكم في المره الاولى خاصك تعاودي وتعاودي تعاودي، حيت كتكون فيهم واحد التشققات والمفلحين، يعني ما كتمشيش معاهم العمليه من النهار الاول، خاصك تكمل تعاودي وتعاودي كل نهار كل نهار. وكاين القدمين اللي هما ماشي فيهم تشققات غير فيهم جلد الميت، كتحكيهم بهاد الحجره هذه او الاداه اللي عندك ديال تقشير الرجلين وكيتحيد في المره الاولى. من بعد ما كتسالي الحكام ديال رجليك بالحكاكه كندوزو عاوتاني باش نقعو القدمين ديالنا. مي كت تحكيهم مزيان كتعاودي تنقعيهم في الماء الدافي عاوتاني باش يعاودوا يرطابوا ليك واحد 10 ديال الدقائق وانت مخليهم، حتى كتحسي بداك الجلد الميت ولا لين وتقدري ديري ليه هكا باليدين ديالك ويتحيد ليك. وكندوزو دابا باش كنرطبوا الرجلين ديالنا. الرابعة اللي هي الترطيب. بالنسبة للترطيب القدم ديالنا كتحتاج الترطيب، وهو كتديري طبقة من فازلين. إلا بغيتي الترطيب يولي لك زوين بزاف 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 كتشدي كالفاسي ولا إما غبرة، يا إما هو كتشديك تقطيه وكتعجنيه مع فازلين وكديري الرجلين ديالك كديري عليهم كيس بلاستيكي وكتلبسي عليهم تقاشر وكتباتي بهم ليلة كاملة باش هادك الفازلين تمتص لك كاع داك الشيء الجلد الميت وكترطب لك الرجلين ديالك. الوصفة ديالنا ديال اليوم كنتمنى الزوينات تنال اعجابكم، وما تنسوش الزوينات ديالي تشتركوا بالقناة وتديروا لايك للفيديو وتبارطاجيو مع صحابكم في الفيسبوك باش كلشي يستافد وكل شيء يدير بهاد 4 الخطوات اللي انا عطيتكم. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه وتردوا عليا الاخبار في الكومونتير لتحت، وكنتمنى لكم نهار زوين. سلامه.